قرر مجلس قيادة الثورة باسم الشعب إصدار قانون تأميم عمليات شركة نفط العراق المحدودة رقم 69 لسنة 72 والذي اعتبر نافلا من تاريخ صدوره هذا اليوم اليوم الأول من حدود. لقد اتخذنا قرارنا التاريخي باستعادة سيادتنا الكاملة على أرضنا ومياهنا، وسنتصرف بقوة واقتدار ضد كل من يتحدى هذا القرار المشروع.
بس ما قاعد بعد تعطيك ان شاء الله. العفو سيدي الرئيس اسمحوا لي اشكرك. هي مفكر اني ايضا اضيف فرد مجموعه عندنا هنا بس خافوا يعلموهم عربي بسرعه. لا ليش؟ مرة جبنا واحد هندي حتى يتعلمون من الولد. نعم. انجليزي عندنا عجوز هنا في البيت. لا والله طلع بعد فترة متعلم عربي هذا. قلت له عمي بعد ماكو داعي روح على هذا. عمل ممتاز. اللغة الكردية غير موجودة في اللغة العربية. وأكثر هذه الحروف موجودة في اللهجات العامية العربية. الآن نكتب الحروف الخاصة باللغة الكردية. إف شين جي. شلونك كاكا؟ شانيت. كيف حالك؟ شانيت. شونيت. شونيت. شونيتم. شونيتم. كيف حالك؟ كيف حالك؟ نعم. مو؟ نعم. إيه. اليوم لقيت لي واحد بالمعمل. أقول السليمانية بالكردي سليماني. نعم سليماني. يقول لي لا سليمانية. لا سليمانية. صار له 24 سنة بغداد هذا انتهي. الحرب مال الأصملي. إيه. أنت شو عمرك؟ عمري
يا مفعال يا مفعال يا إذا هم أكثر مني واحد عمره 135 سنة واحد 120 سنة أريد منك ليه ما عندي ليه وأريد منك معاش ما عندي ليه ومعاش هذا على عمرك توكل على الله ابو عبد الله يا عافية بس همشي من يحرجم عندكم اتجاه لا تقفون يعني شاغلوا وطوروا الاتجاه اللي ينجح شلون هم ربعك انا صدام حسين الجمهورية شلون حوالك انت شلون ربعك زينين ان شاء الله يا عافية يقواكم الله يا بحيل الله ان شاء الله الاياد العدو بحالة ارتباك اريدك بالوقت اللي تهتم بامن القطاعات وترصين القواعد الامينة اريدك تستثمر ارتباكهم وتنطي اقصى اندفاع للامام بعون الله بعون الله وذيك الفكرة اياد الفكرة اللي قلت لك لا تسقطها من حسابك ولو ما دخلناها بالخطة فكر بيها توكل على الله الذي مروا به في السابق لأن الإصرار عند العراقيين ألا يعطوا أرضهم ولا يتنازلوا عن كرامتهم وشرفهم وكرامة وأمن وشرف الأمة العربية إن وسائل العراقيين تتطور وإمكاناتهم في ازدياد مستمر والأهم أن إيمانهم يتجذر ويتعمق أكثر فأكثر لقد خبر نظام خميني الباغي قوة العراق وتصاعد بنائه الله يسعدك شلون احوالك شلون امورك ايه عافية تنشط ربعك بمجاميع صغيرة الى ان ترتبون اموركم الاكبر توكل على الله وسلم لي على كل امري التشكيلات والوحدات والابراهيم موجود يمك طيب سلم لي اي ثامر انطيني يا ثامر ثامر الله يساعدك شلون احوالك شلون امورك اي عافية بارك الله بيك احنا سمعنا اخبارك ونريد نسمع بعد اكثر واكثر وسلم لي على اخوتك كل امري التشكيلات والوحدات وكل المقاتلين طبعا من اقول سلم لي على امري التشكيلات والوحدات اقصد كل مقاتل فهم حتى من خلالهم تنقل تحياتنا لهم تحياتي للجميع هذا بك مع السلامه